الحلقة الثانية من موضوع أسطورة قتل عمر للسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام. وقد تحدثنا في الحلقة الأولى عن موقف الشيعة الأول، موقف أهل البيت الأول من الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والظروف التي أدت إلى نشوء هذه الأسطورة. وهناك طبعا أحاديث كثيرة في التاريخ، يعني روايات تاريخية من السنة والشيعة هكذا يقولون حول هذه الأسطورة. الآن نحاول أن نحقق في هذه الروايات لنرى هل هي روايات يعني مضبوطة وقوية وصريحة، ومتى نشأت هذه الروايات وكيف تطورت عبر الزمن. لقد بحثت هذا الموضوع في كتابي السنة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ، وقلت أن النقاط المشتركة في العقيدة والدين هي نقاط واحدة لدى السنة والشيعة بصورة عامة، يعني مع عدا المتطرفين والغلاة من الطرفين، وأن الخلافات هي خلافات سياسية وتاريخية. ومن الخلافات التاريخية هي قضية أو دعوة يعني قتل عمر لفاطمة الزهراء، وهي تهمة كبيرة جدا لو صحت وثبتت فهي يعني تغير التاريخ. ولكن كما أرى وكما سترون أن هذه الأسطورة نشأت عبر القرون وتطورت 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 إلى أن وصلت إلى هذه الصورة المتداولة اليوم، وليس لها أي أساس من الحقيقة ما عدا كلمة قيلت في التاريخ. وأشرنا أيضا إلى بعض الكتاب الذين يكتبون في هذا الموضوع، مع الأسف الشديد في هذا الكتاب ظلامات فاطمة الزهراء الشيخ عبد الكريم العقيلي، كتاب من 350 صفحة تقريبا، وهو لا يمت إلى التحقيق بصلة، لا يمت إلى أي شيء من البحث والدراسة وتعمق، مجرد تجميع روايات وانتهى الموضوع، يعني كأنه أثبت هذه القضية. نحن بحاجة إلى مزيد من البحث والتحقيق بالحقيقة، وقد دعوت في الحلقة الأولى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني حفظه الله، والسيد مقتدى الصدر، وطبعا السيد الخامنئي، وربما حتى السيد حسن نصر الله، قادة الشيعة الكبار إلى الاهتمام بهذا الموضوع، وهم وهؤلاء جميعا مهتمين بتعزيز الوحدة الإسلامية. تعزيز الوحدة الإسلامية لا يتم فقط من خلال السياسة والمواقف السياسية، بحاجة إلى اقتلاع جذور الفتنة والقضاء عليها وإطفاء نار هذه الفتنة، لأن هذه مستعرة. كل سنة الفاطميات، أيام الفاطمية وفاة فاطمة الزهراء، ليس مرة واحدة ورواية واحدة، عدة روايات في شهر جماد الأولى وفي شهر جماد الثانية، وأيضا يأتون بروايات كثيرة ويستدرون عواطف الناس ويبكون ويرطمون ويكون جنازات وما إلى ذلك. فهل قتلت فاطمة الزهراء أم توفيت وفاة عادية؟ لنبحث اليوم عن الروايات التاريخية السنية. أولا نتحدث عن ميزان القوى القبلية عند بيعة أبي بكر. من المعروف أن خلافا سياسيا مؤقتا حدث بين الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الأنصار بادروا إلى سقيفة بني ساعدة لتعيين رئيس عليهم قبل أن يلتحق بهم بعض المهاجرين ويناقشوهم ويقنعوهم بانتخاب أبي بكر الذي كان ينتمي إلى أصغر قبائل قريش وهي تيم، ولم يكن معه من رجال قريش إلا أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب الذي كان ينتمي هو الآخر لقبيلة ضعيفة وصغيرة هي عدي، وهذا ما أدى إلى توقف البطون الكبرى من قريش كبني عبد مناف وأمية وأسد وبني زهرة وبني مخزوم عن بيعة أبي بكر لفترة ثم بايعوه. يقول ابن قتيبة الدينوري:
أن بني هاشم اجتمعت عند بيعة الأنصار إلى علي بن أبي طالب، واجتمعت بني أمية إلى عثمان، واجتمعت بني زهرة إلى سعد وعبد الرحمن بن عوف، فكانوا في المسجد مجتمعين. فلما أقبل عليهم أبو بكر وأبو عبيدة وقد بايع الناس أبا بكر في السقيفة يعني، قال لهم عمر: ما لي أراكم مجتمعين حلقا شتى، قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعته الأنصار. وكان من بين الرافضين في البداية زعيم قريش أبو سفيان، حيث ذهب إلى الإمام علي يحرضه ضد أبي بكر قائلا: أرضيتم يا بني عبد مناف أن تلي عليكم دين؟ ثم عرض عليه أن يبايعه: أمدد يدك وبايعك فلأملأنها عليه خيلا ورجلا. وأيده ذلك العباس بن عبد المطلب الذي قال لعلي أيضا: أمدد يدك وبايعك وآتيك بهذا الشيخ من قريش، يعني أبو سفيان، فيقال: عم رسول الله بايع ابن عمه ويبايعك أهل بيتك، فلا يختلف عليك من قريش الاثنان، والناس تبع لقريش. ولكن الإمام علي رفض الاستجابة لهم دون أن يخفي امتعاضه من بيعة أبي بكر. ويبدو من خلال قول العباس لعلي الذي يتضمن تحليلا للواقع السياسي وتنويها بدور قريش وبني عبد مناف، أن سيطرة أبي بكر على الأمور لم تتم ببيعة السقيفة مباشرة، إذ لم يحظى بصوت الأكثرية من المسلمين أو من قريش، وإنما بقيت بيعته معلقة حتى بايعه بنو هاشم وبنو أمية وبنو زهرة. ولو كان علي قد استجاب لدعوة العباس وأبي سفيان لكان قلب الأمر على أبي بكر والأنصار، لأنه كان يحظى بأكبر وأقوى الأصوات، ولكنه أحجم عن المنافسة وانسحب من أمام أبي بكر خوفا من إحداث شقاق بين المهاجرين أو بينهم وبين الأنصار، وفتح بذلك الباب أمام استقرار نظام أبي بكر. يقول الطبري: حدثنا أبو صالح الضرار قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر عن الزهري عن أروى عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهم أبو بكر: أما أني سمعت رسول الله يقول: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وأني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته. قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت، فدفنها علي ليلا، فمكثت فاطمة 6 أشهر بعد رسول الله ثم توفيت. قال معمر: فقال رجل للزهري: أفلم يبايعه علي 6 أشهر؟ قال: لا، ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي. فلما رأى علي انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي بكر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدة عمر، فقال عمر: لا تأتيهم وحدك. وقال أبو بكر: والله لا أتينهم وحدي، وما عسى أن يصنعوا بي. قال: فانطلق أبو بكر فدخل على علي وقد جمع بني هاشم عنده، فقام عليهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يمنعنا من أن نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتك، ولا نفاس عليك بخير ساقه الله إليك، ولكننا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا فاستبددتم به علينا. ثم ذكر قرابتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم، فلم يزل علي يقول ذلك حتى بكى أبو بكر، ثم قال علي: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس، ثم عذر عليا ببعض ما اعتذر، ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته، ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه. قالت: فأقبل الناس إلى علي فقالوا: أصبت وأحسنت. قالت: فكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الحق والمعروف. وهذا ما يؤكد أيضا
المسعودي يؤكده أيضا، المسعودي في مروج الذهب، وابن الأثير في الكامل في التاريخ، حيث نقل عن الزهري قوله: بقي علي وبني هاشم والزبير 6 أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها فبايعوا. وكذلك ابن أبي الحديد الذي يقول: وأما الذي يقوله جمهور المحدثين وأعيانهم فإنه عليه السلام امتنع من البيعة 6 أشهر ولزم بيته فلم يبايع حتى ماتت فاطمة عليه السلام، فلما ماتت بايع طوعا. وينقل عن صحيحي مسلم والبخاري أنه لما ماتت فاطمة عليه السلام خرج من بيته فبايع أبا بكر، وكانت مدة بقائها بعد أبيها عليه الصلاة والسلام 6 أشهر. ومع بيعة الإمام علي لأبي بكر بعد 6 أشهر من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم طويت صفحة الخلاف بين الإمام علي وإخوانه من السابقين والمهاجرين والأنصار، وعم الود والحب والتقدير والتعاون في سبيل الله والدفاع عن الإسلام، إلى حد تزويج الإمام علي ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب، وتسمية 3 من أبنائه باسم أبي بكر وعمر وعثمان. ذلك الأمر الذي يؤكده الموقف الشيعي الإيجابي من الشيخين وعموم الصحابة، والثابت عبر الروايات المتواترة من الشيعة والسنة، والذي قدمناه في الحلقة السابقة.